الفنانة شمس الكويتية اللي هي أصلاً مو كويتية، ليش تنازلت عن جنسيتها الخليجية؟ ليش هاجمها الكويتيين بعد زيارتها للعراق؟ شنو قالت عن القرآن الكريم وعن الحور العين؟ ليش تريد ترفع دعوة قضائية ضد أمها؟ تعالوا وياي وخلنا نتعمق أكثر بشخصية شمس الكويتية. وياكم عمر الرياض، نتوكل على الله ونفتح الدكان. شمس الكويتية من أكثر الفنانات إثارة للجدل، تنطي رأيها بأي موضوع وما عندها خطوط حمراء بحياتها، تقول موضوع الحوريات اللي بتجنة أفلام هندية، وتقول ربنا مو فاتح أوتيل بالجنة، ترفض قانون جرائم الشرف، لكن بنفس الوقت تقول مو عيب إن المرأة تغسل أقدام زوجها، وترجع تقول ما راح أتزوج بالوطن العربي وراح أتزوج بأوروبا لأن قوانين العرب مجحفة للمرأة. وبتصريح آخر تقول الرجال 10% منهم رائعين لكن 90% منهم شباشب. أو أيضا تقول أنا ما أعترف بجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان كلها. إن ولدت ب 28 نيسان 1980 بمنطقة حفر الباطن بالسعودية، والدها سعودي، يعني شمس الكويتية مو كويتية أصلا، لكن هي تحب الكويت لأن عاشت بيها. شمس وجهت دعوة للمحامين وقالت أريد أرفع قضية على أمي، شلون تجيبني بدون ما تستشيرني، وشلون تولدني بدون ما تسألني، تبين تجين لو لا. وقالت كل الدكتاتوريين بالعالم إن ولدوا ب 28 نيسان. شمس تخلت عن الجنسية الكويتية والسعودية وتقول حريتي دفعتني أن أتخلى عن جنسيتي الخليجية حتى لا تنحسب آرائي على أي دولة، لكن بنفس الوقت حصلت على عدة جنسيات أوروبية مثل الفرنسية والبريطانية. وتقول لو أصبحت حاكمة للخليج راح أتخذ قرار واحد فقط، أسلم الحكم لمحمد بن راشد وأقول له استلم ونظف وحول الدنيا كلها دبي. وصفت المجتمع الخليجي أنه مجتمع قبلي صحراوي، وقالت إحنا ما عندنا حضارة. وصفنا رب العالمين وقال إن الأعراب أشد كفرا ونفاقا، نشأنا على القتل، ولما يحبون يلطفون الأشياء ويجملوها، يقولون الجاهلية والمعلقات، المعلقات اللي ما شفناها أصلا فقط سمعنا عنها، وبعدين افتخروا بالإسلام اللي طبقوه بشكل خاطئ، وبعدها بالدماء والغزوات والجلد وسب النساء، ولذلك ما عندنا شيء يخلينا نتفائل. وتقول قبل 1400 سنة ما كانت موجودة أمريكا، ورغم هذا كنا نتقاتل وعندنا طائفية، هذا معناها أنه أمريكا مو هي السبب بالطائفية. وصرحت وقالت إحنا بالعالم العربي شعوب فارغة وأبرة ما صنعنا. شمس حتى نظامها الغذائي خاص، وتقول أنا ما أكل طعام بخبائث، يعني هرمونات ومواد حافظة وغيرها، وحتى الخروف ما أكله إذا ما أعرف أنه هو كان سعيد. تنصح البنات بعدم تقليد البلوغرز والفاشينستات، وتقول حياتهم عبارة عن كذب وإدمان وكحول، وكل اللي تشوفه من سعادة هو كذب. وأيضا تنصح الشباب بعدم المبالغة ببناء العضلات وتعاطي الهرمونات لأن هذا الشيء يفقدهم رجولتهم، وتعتبر أكثر الرجال اللي يعانون من عجز بالرجولة هم أصحاب العضلات الوهمية. شمس دائماً تصدم الجمهور بتصريحاتها ضد الفنانين، صرحت ضد أحلام وقالت تحتاج المستشفى أمراض عقلية، وقالت هي متخلفة وبالقيس متناقضة، ورحمة رياض خوافة، وحلى الترك مجني عليها، وحتى بالسياسة هم تدخلت وانتقدت الرئيس الأوكراني بعد ما أعلن عن مقتل 9000 جندي روسي ببداية الحرب. وقالت بتغريدة يا أخوك أنت لو متخانق مع قطاوة ما قتلت 9000 فيها السرعة، يخرب بيتك يا باتمان. شمس الكويتية شاركت بمهرجان بابل سنة 2021 واعتبرت نفسها أول فنانة كويتية تزور العراق بعد 2003، لكن صار اعتراض من الصحافة الكويتية بعد زيارتها للعراق.
الصحفي الكويتي أحمد ناصر كتب مقالة بجريدة القبس عنوانها شمس لا تمثل الكويت، وقال بيها لماذا تصر شمس على أن تلقب نفسها بالكويتية؟ شمس ليس لها علاقة بالكويت سوى أنها عاشت فيها فترة من عمرها. وقال أيضا عندما تقيم حفلا في أي مكان فيجب أن تلتزم باسمها، خاصة عندما يكون الحفل في بغداد، فإقامة حفل غنائي باسم فنانة كويتية في العراق بعد هذه السنوات الطويلة من التوقف يجب أن يكون باسم الفن الكويتي وليس من خارجه، ويجب أن يدشنه فنانون من الكويت وليس من خارجها. هاي كانت بعض المعلومات عن الفنانة المثيرة للجدل شمس الكويتية، واللي عنده معلومات أكثر يا ريت يذكرها إلنا. ونذكركم تابعونا على قناة سامراء الفضائية، وإذا كنت تشوفنا على الفيسبوك لا تنسى الإعجاب بالصفحة، وإذا كنت تشوفنا على اليوتيوب لا تنسى الاشتراك بالقناة، واسمحونا نقفل الدكان ونشوفكم على خير.